السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وفي شرح جديد. كنتمنى كي يعجبوكم لي فيديو اللي دازو من قبل والشروحات اللي دازو من قبل. اليوم عندي لكم واحد الشرح اللي زوين بزاف، الشرح اللي كيتقلبوا عليه جميع اليوتيوبرز او القنوات المبتدئه. كل شيء كيتسائل على كيفاش نزيد ساعات المشاهده وكيفاش نحصل على 4000 ساعه وكيفاش نحصل على 1000 مشترك. كيف كنعرفوا ان 1000 مشترك حاله سهل، ولكن 4000 ساعه هي المشكل او العائق اللي كيشغل بزاف ديال اليوتيوبر القنوات اللي فاديه باش يحققوا الدف. اليوم جيت لكم بواحد التطبيق اللي زوين، ولكن قبل ما ندخلوا للتطبيق ونشرحوا التطبيق ما عليكم غير تفعلوا الجرس وديروا واحد لايك وتحفزونا بشي تعليق اللي يكون زوين باش نستمروا نحل لكم اي حاجه. واللي عنده كيف العاده اللي عنده شي تساؤل او استفسار او اي حاجه يسول عليها يخليها لنا في التعليق. اخوتي اليوم غادي نبداو في الشرح. الشرح ديالنا التطبيق ديالنا هو يو سي تيربو. كنقدم لكم يو سي تيربو. هذا التطبيق هذا زوين بزاف، يمكن لك تفتح به تصفحات بزاف، يعني تفتح لي باج باش تزيد ساعه ديال المشاهده. يمكن لك يعني الا عندك في البلاي ليست يعني مجموعه ديال لي فيديو 30 او 20 فيديو، وكل فيديو ها اللي فيه 5 دقائق ها اللي فيه 11 دقيقه ها اللي كله على حسب. يعني الا جمعنا الطوطال ديال الدقائق كاملين ديال لي فيديو كنلقاو انهم كيحتوي على واحد ساعه ساعه ونص تقريبا على حسب كل محتوى اللي عنده. ومنين كتفتح هاد كتجمعهم في البلاي ليست كتفتح كل شيء على حده، ولا اختارينا مثلا 10 20 مثلا او 15 متصفح كيمكن له يعطينا كل متصفح ساعه ديال المشاهده، ولا فتحنا مثلا 10 كيعطينا 10 ديال السوايع. المهم اخوتي غادي ندخلوا للشرح باش ما نطولش عليكم، ما يجيوش الفيديو شي شويه طويل. يو سي تيربو هذا غادي نخلي لكم الرابط ديال التحميل ديالو في صندوق الوصف، والتحميل ديالو من البلاي ستور. ما ننصحكمش تيليشارجيوه من البلاي ستور، اي واحد يقول لكم تيليشارجيوه من البلاي ستور غتلقاو معاه مشكل، ما غاديش يفتح لكم ويخلي لكم المتصفحات يعني تعدوا التصفح خدامين. يعني غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش. المهم اخوتي التطبيق هو هذا، كتيليشارجيو وكيتفتح معكم بهذه الواجهه هذه. يمكن لكم تدخلوا كتجيو اول حاجه كتجيو لهاد الشريطات هادو كيف ما كتشوفوا، كتكليكيو عليهم كديروا التصفح الخفي. التصفح الخفي علاش؟ التصفح الخفي اخوتي كيخلي اليوتيوب ما يعرفش الاي بي لادريس الاي بي ديالكم، ملي ما كيعرفش لادريس الاي بي ديالكم كيحتسب لك المشاهدات. ولا خليتو لادريس الاي بي عادي ما فعلتوش هذا المتصفح الخفي غادي يمكن له يعرف ان المشاهدات من اي بي واحد، وديك الساعه غيقدر ما يحتسبش لكم ولا تلقاو مشكل في المراجعه ديال القناه ديالكم. المهم اول حاجه ما نكثرش عليكم غندخلوا المتصفح كنكليكيو عليه، كتولي معكم هذه اللعيبه هذه بالزرق. كتمشيو اول حاجه كتمشيو اليوتيوب، من كتمشيو اليوتيوب كتفتح معكم لاباج ديال اليوتيوب هكا، كتختاروا القناه ديالكم. مثلا على سبيل المثال غادي نفتح القناه ديالي باش نوريكم الطريقه. mr/دناو السيد الجديد دناو، كنكليكي على بحال هكا كتفتح معايا لاشين ديالي بحال هكا. كندخل لاشين اول حاجه اش كنمشي، كنمشي للبلاي ليست. من كنمشي للبلاي ليست كيف ما كتشوفوا خصكم تجمعوا بحال هكا، عندي 34 فيديو كنكليكي عليها كندير لهم all of you يعني كنطلقهم كاملين كيف كتشوفوا لي فيديو كاملين مجموعين هنا، وكاينين لي فيديو نوريكم الطريقه كيفاش دوبلو لي فيديو باش تحسب لكم ساعات المشاهده. المهم اخوتي نكملوا الطريقه، كنطلقوا الفيديو بهذا الشكل هذا، كنجيو لهاد العلامه ديال الموسيقى كنكليكيو عليها حتى تعطينا هاد الشكل هذا. علاش هاد العلامه نكليكيو عليها؟ باش يبقى الفيديو شغال. المهم ملي كنفتحوها بهذه الطريقه هذه كنكليكيو على هاد اللعيبه هذه ها هي باش يمكن لينا نفتحوا متصفح اخر. كنكليكيو على علامه الزائد، كنكليكيو عاوتاني يوتيوب، كنديرو البحث على القناة ديالنا، كنفتحو القناة بهاد الطريقة هادي، كنمشيو للبلاي ليست، كنمشيو لي فيديو عاوتاني، كنديرو بلاي اول اوف يعني تو لي فيديو، وبطبيعة الحال متنساوش العلامة ديال الموسيقى ها هي. كنكليكيو عليها كيف ما كتشوفوا اخوتي هانتوما ولاو دابا عندنا جوج ديال المتصفحين وبجوجهم خدامين. نمشيو للاول اللي صوبنا اخوتي ها هو خدام عادي، نمشيو للثاني ها هو الفيديو خدام، ها الاول ها الثاني. نزيدو عاوتاني مثلا نفتحو متصفح اخر مستر دناو
بلاي ليست، كنكليكيو على بلاي وكنكليكيو، ما تنساوش ضروري ضروري تكليكيو على اللعبه ديال الموسيقى، كنديرو عاوتاني كليكيو عليها وكنفتحو واجهه اخرى. كما كتشوفوا الواجهات كاملين اللي او المتصفحين اللي جبدناهم خدامين كاملين، ما كاين حتى شي مشكل، يمكن لينا نديرو حتى 10 حتى 20 اخوتي. المهم اخوتي كنصحكم انكم هاد الطريقه لابد تخدموا عليها، ديروا المتصفح الخفي كيف ما كتشوفوا هو خدام معنا. الا ما درتوش المتصفح الخفي ما غاديش تحسبوا لكم ساعه المشاهده، ويمكن لكم تخرجوا وتخدموا على اي ابليكاسيو، يعني بغيتوا تدخلوا مثلا اي ابليكاسيو تبقى معكم الفيديو خدام، يعني ما كاين حتى شي مشكل، ندخل نهضر في الواتساب، ندخل الفيسبوك، نتصفح اي حاجه، نطلق لكم الموسيقى باش تاكدوا. كيف ما كتشوفوا ولا كتسمعوا انا نايضه شعيبه عندي كلشي خدام. غادي نرجعوا عاوتاني، غادي نرجعوا للفيديو كنشوفوا انهم خدامين بهذه الطريقه اخوتي. يمكن لكم تجمعوا 4000 ساعه، يمكن لك ديرها في التليفون وتمشي تنعس ولا تقضي شغلك وتخليه النهار كامل هو خدام. هانتوما كيف ما كتشوفوا خدام معنا، ما كاين حتى شي مشكل، هانتوما كيف ما كتشوفوا لي فيديو كاملين خدامين على قولة الله اكبر. كنتمنى يعجبكم الفيديو بزاف، غنخلي لكم الرابط ديال التحميل ديالو، غنخلي لكم الاصدار ديال 2019 هو اللي شغال، اما التطبيق او الاصدار ديال 2021 راه ما خدامش، داروا له تحديث جديد ما يمكنش لك تخدم فيه هذا او تخدم فيه لي باج بزاف. المهم اخوتي ما تنساوش لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في شرح جديد، ودعمونا وحفزونا بشي تعليق ليكم زوين. يلا تهلاو في راسكم.